السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخبر اللي معانا النهاردة عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية العامة. بس قبل ما نبدأ نقول الأخبار اللي معانا، عايزة اشتراك للقناة ونفعل الجرس وندوس على لايك للفيديو، وتعالوا بينا نشوف الأخبار اللي معانا النهاردة بتقول ايه. بناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار الجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة الأخيرة. نفى ما انتشر حول إصدار قرار بعودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءا من 16 مايو القادم. كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله حول تأجيل مواعيد امتحانات الثانوية العامة، ونفى أيضا المركز صحة ما أشير حول تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة 3 أشهر. كما نفى ما تداول حول سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل.